شهدت جامعة بني سويف في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في البحوث المنشورة وبراءات الاختراع في مجالات عدة مثل الطاقة المتجددة وبحوث معالجة المياه والنانو تكنولوجي. بعيداً عن ضوضاء العاصمة، تشهد جامعة بني سويف نشاطاً علمياً داخل 31 كلية ومعهد، جعلوها الأكبر من حيث عدد الكليات الموجودة بها. والذي يميز جامعة بني سويف عن غيرها وجود التنوع والتفرد في كلياتها. احنا عندنا كليات في جامعة بني سويف مش موجود ليها أي مثيل في الجامعات المصرية، زي كلية الدراسات العليا علوم متقدمة، زي كلية علوم الإعاقة، زي كلية علوم الأرض، زي كلية علوم الفضاء. الكليات دي كلها ليس لها نماذج نقدر نقول لا في مصر ولا في الشرق الأوسط ولا في أفريقيا. التنوع والتفرد جه منين؟ إن إحنا دايما بنفكر بره الصندوق، بنفكر بشكل مختلف، بنشوف احتياجات الدولة، بنشوف احتياجات المواطن ونفكر على أساسها. تحتوي الجامعة على معامل بحثية على أعلى مستوى ومعدات متطورة يندر وجودها في مصر، ويعمل عليها الباحثون في جميع التخصصات، حيث من الممكن أن يتكون فريق بحثي واحد من تخصصات الهندسة والعلوم والطب معا. في البحث العلمي في حاجة اسمها معامل الاستشهاد. معامل الاستشهاد ده يعني إيه؟ يعني كم واحد على مستوى العالم شاف بحثك على الإنترنت واستشهد بيه في شغله. دي معناها ان بحثك ده قوي، ان بحثك ده مطلوب، ان بحثك ده ليه قيمه. عاوز اقول لحضرتك ان معدل معامل الاستشهاد لاعضاء هيئه تدريس داخل كليه الدراسات العليا لوحدها 71 لكل باحث. يعني في 70 واحد على مستوى العالم خد بحثك كريفرنس كمرجع، وده يعتبر رقم كبير جدا. خد بال حضرتك احنا 35 عضو هيئه تدريس متميزين داخل هذه الكليه. لما يبقى معدل استشهادهم 2000 حاجه و40، يعني بمعدل 71 لكل واحد، ده رقم يعتبر كويس جدا. في خلال الثلاث سنوات الماضية أودعت جامعة بني سويف 14 براءة اختراع في مجالات الطب والطاقة والهندسة والتكنولوجيا الحيوية والنانو تكنولوجي، ستسهم في رخاء الاقتصاد والعلم في مصر.